القادم. وحتى يوليو وذلك وسط تفاؤل حيال التعافي الطلب العالمي رغم تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل واليابان. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الاجتماع الوزاري القادم لتحالف أوبك بلاس من المقرر أن يعقد في أول يونيو، وذلك للنظر في مستويات الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس. أهلا، وهذه المرة نتحدث أكثر عن تطورات في ما يخص أسعار الخامات مع الدكتور محمد صبان، ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك دكتور، معنا على شاشة CNBC عربية. بداية نتحدث عن ربما خطط أوبك بلس وذلك بزيادة لزيادة إنتاج النفط بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل. شاهدنا ارتدادا لأسعار الخامات في ظل استمرار الإصابات لدينا في الهند وكذلك في اليابان والبرازيل، ربما هل الأسعار الآن أو الأسواق سعرت كل هذه المتغيرات التي نشهدها حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الأسواق تعم أو تعج بالتفاؤل بناء على العديد من الدراسات بأن موجة العودة إلى الانتعاش الطلب العالمي نتيجة لانتعاش الاقتصادات العالمية بعد فتح وبعد انتشار استخدام اللقاح وانتشار استخداماته في مختلف الدول، أدى هذا جميعه إلى التفاؤل بأن السوق سيكون أقوى أو الطلب العالمي سيكون في حالة انتعاش تدريجي أفضل بكثير مما كان عليه في النصف الأول، وهذا بطبيعة الحال له تأثيرات على الأسعار العالمية للنفط. طيب الدكتور محمد، بالنسبة للطلب على النفط خلال الفترة المقبلة، كنا شهدنا توقعات أوبك بلس قالت بأن الطلب سيعود خلال الفترة المقبلة، ولكن في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا مثل ما نشهد في عدد كبير من الدول وكذلك إجراءات الإغلاق التي تعتمدها العديد من الدول، أين نتوقع وكيف نتوقع توجه الطلب؟ الطلب كما ذكرت هو في طريقه للتحسن التدريجي، صحيح أنه ليس بالقوة التي كانت منتظرة، وأيضا جاءت انتكاسة جائحة كورونا في هذه الدول الثلاثة التي ذكرتيها، الهند واليابان والبرازيل وحتى غيرها، لتنبئ بأن المشوار مع جائحة كورونا لم ينتهي بعد. لكن لو أخذنا في الاعتبار أن اللقاح قد انتشر استخدامه، اللغط حول اللقاح قد انتهى، هنالك إصرار بتعميم اللقاح إلى آخره، فإن هذا كله سيؤدي إلى اعتبار المشكلة في الهند هي مشكلة مؤقتة. كلنا لاحظنا كيف المساعدات التي انصبت على الاقتصاد الهندي وعلى بالنسبة للأكسجين، بالنسبة لوسائل المناعة إلى آخره، فكل هذه تؤدي إلى قصر الفترة التي قد تستغرقها جائحة أو الانتشار الجديد لجائحة كورونا في هذه الدول الثلاث. طيب نتحدث أكثر عن الطاقات السعرية، كنا شهدنا عودة مستويات 67 دولار من جديد لخام برنت، ربما هل نستعد لمستويات جديدة أو هذه المستويات ستكون هي على المدى المتوسط؟ بالنسبة لمستويات سابقة خاصة مع عودة وانتشار فيروس كورونا، هل نعود دون مستويات 60 دولار التي كنا شاهدناها سابقا في أوج أزمة كورونا؟ لا أعتقد أننا سنعود إلى مستويات أقل من 60 دولار، لكن أيضا لا أود أن أظهر بأننا متفائلون أكثر من اللازم. البعض يقول بأن الأسعار قد تتجاوز 80 دولار، أنا أشك في ذلك. أعتقد هي مبالغ فيها هذه التوقعات دكتور؟ مبالغ فيها 80 وأعلى مبالغ فيها، بل البعض يقول بأننا سنصل إلى 100 دولار. أنا أعتقد أنه في ظل التعافي التدريجي وفي ظل عدم عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وعدم التوقع بعودته إلى مستويات ما قبل الجائحة وإنما يقترب منه، فإن هذا لن يؤدي إلى
إلى زيادة الأسعار بالمستويات المتوقعة. وأيضا لا ننسى أن هنالك عوامل قد تضغط على الأسعار بشكل كبير وتضع تحالف أوبك بلس في موقف صعب، منها احتمالات عودة الإنتاج الإيراني. كلنا يعرف أن هنالك مفاوضات دائرة وأن هنالك حديث عن رفع العقوبات، وأيضا رأينا أن هنالك عودة منتظمة للإنتاج الليبي وقد يعود الإنتاج الفنزويلي. كل هذه العوامل تضغط ليس فقط على الأسعار إنما تضغط على أوبك بلس في المرحلة القادمة، ولذلك الأوبك بلس كانت ولا تزال حذرة بالنسبة للتعامل مع الأسواق في الفترة القادمة. ونرى أن هنالك اجتماعات شهرية لتقييم الأسواق قبل اتخاذ الخطوة التالية في هذا المجال. طيب السوق كيف يمكن أن يستمر في ظل كل هذه المتغيرات التي ذكرتها؟ لدينا عودة الإنتاج الإيراني، نتحدث كذلك عن ليبيا من جهة أخرى، وفي ظل انتشار واستمرار أزمة كورونا. هذا يعتمد، نحن إلى الآن بالنسبة لتحالف أوبك بلس أبدأ تماسكا رائعا، وهو في ظل اتفاق تاريخي لم تشهده أسواق أي سلعة أبد يعني منذ البدايات. وبالتالي استمرار تحالف أوبك بلس في التماسك وفي مراقبة الأسواق وفي النظر إلى حاجة الأسواق من التخفيض أو تخفيض الإنتاج، هذا كله يؤدي إلى ضبط الأسواق وتحقيق التوازن. لا ننسى كما ذكر تقرير سكرتارية أوبك بأن وكثير من دور والدراسات بأن متوسط المخزونات هو أقل ب70 مليون برميل مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الماضية، وهذه إشارة جيدة، وهذه أحد الإشارات التي أخذتها الأسواق بصورة إيجابية وانعكست على مستويات الأسعار الحالية في حدود 66 دولار للبرميل من خام برنت. نعم، وأنا أشكرك دكتور محمد شرور الصبان، وأنت المستشار الاقتصادي والنفطي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والمشاركة. شكرا جزيلا. وخلال تصريحات ولي العهد السعودي التي كنا شاهدناها سابقا، تحدث عن القطاع الخاص والعديد